النهاردة هنتكلم عن الريفراكتوميتر. زي ما احنا عارفين، الريفراكتوميتر هو احد الطرق الهامة لقياس تركيز المحاليل وقياس معامل الانكسار. الاساس النظري لعمل الريفراكتوميتر بيعتمد على نظرية انكسار الضوء نتيجة لانخفاض الكثافة بين وسطين، والوسطين هنا هما الهواء والمادة الغذائية اللي بيقيس فيها. علشان نفهم اكتر، الشعاع الساقط ده بينكسر لما يدخل على وسطين مختلفين في الكثافة، وبالتالي بتتكون عندي زاوية سقوط اللي باللون الأحمر وزاوية انكسار اللي هي باللون الأخضر. تبعا لقوانين انكسار الضوء، فدايما زاوية الانكسار أكبر من زاوية السقوط. نبدأ نحرك الشعاع ونزود زاوية السقوط تدريجيا، وبالتالي بتزيد زاوية الانكسار معاها تدريجيا لحد ما نوصل لأن زاوية الانكسار بتساوي 90 درجة. عندها زاوية السقوط دي بتتسمى زاوية السقوط الحركة. بما ان معامل الانكسار بيساوي جيب زاوية السقوط على جيب زاوية الانكسار، فعند زاوية السقوط الحركة جيب زاوية الانكسار بيساوي 1، وبالتالي معامل الانكسار بيساوي جيب زاوية السقوط. طيب ازاي بقيس وباخد القراءة من الريفراكتوميتر؟ بعد ما بحط العينة بتاعتي بين المنشورين الزجاجيين، ببدأ أبص من العدسة العينية، بلاقي حاجتين. من تحت بلاقي تدريجين وفوقيهم دايرة فيها جزء مضيء وجزء مظلم. أبدأ أحرك المؤشر الجانبي لحد ما تبقى نص الدايرة مضيئة ونصها التاني مظلم. أول ما أوصل للنقطة دي أبدأ أخد القراءة بتاعتي. طيب ازاي باخد القرايه بتاعتي؟ بالنسبه لمعامل الانكسار او الريفراكتيف اندكس، فبيكون التدريج اللي تحت بيبدا عندي من زي ما هو باين 1.330، فالمسافه بين 1.330 و 1.335 فيها 4 ارقام زي ما احنا شايفين، 1 و2 و3 و4. يعني ايه الكلام ده؟ يعني رقم 1 دي معناها ايه؟ 1.331، واللي بعدها 1.332، وهكذا. طيب الشرط اللي في النص دي بين كل شرطتين كبار 9 شرط صغيرة، معنى كده ايه؟ ان النقطة دي اسمها 1.333 وبعدين 0، لان لسه ما وصلتش 1.331 فهي لسه 0. وبعد كده بعد ادي 1 2 3 4 5، بحط بعد 0 5. طيب مثال تاني، الشرطة دي معناها كام؟ 1.336، لأنها بعد 6 وبعد كده شرطتين يعني 2، تبقى كام؟ 1.3362. في حالة الماء النقي أو distilled water، نسبة المواد الصلبة فيه بتكون 0، والريفراكتيف إندكس بتاعه بيكون 1.333 زي ما هو واضح قدامنا. ودي الحالة اللي أنا بعاير بيها الريفراكتوميتر بتاعي. طيب في الحالة دي الريفراكتيف إندكس هيكون كام؟ 1.335، وبعدين كام شرطة؟ 1 2 3 4، يبقى 4، يبقى رقم هنا كام؟ 1.3354. طب ونسبة المواد الصلبة؟ بين كل رقمين كبار في 3 شرط صغيرين، معنى كده كل واحدة فيهم بتمثل 25% أو 0.25%، معنى كده القراية هنا كام؟ 1.5%. لو عجبك الفيديو دوس شير وسبسكرايب علشان فيديوهاتنا تجيلك على طول.